السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير. اليوم غندير معاكم لي مادلين او لي كاب كيك. الطريقه ديالي انا كندير، عندي هنا جوج البيضات وعندي كاس ديال الزيت. هاد الكاس كيدير بحال كاس ديال العنبه، كيف كيف العبار ديالهم كيف كيف. وعندي كاس ديال الحليب، وعندي نصف كاس ديال الحامض، عصير الحامض. وعندي كاس ديال السكر، وعندي قشور حامض مبشورة، حامضتين مبشورتين. وعندي كيس من خميرة الحلوى، شحال فيها؟ فيها 16 غرام. انا ما غنديرهاش كاملة، غندير غير 8 غرام. وعندي الطحين، وعندي ندير في الداخل في الوسط ديالها الكونفيتير ديال التوت. دابا غنخلط السكر ديالي، غندير السكر، غنزيد عليه البيض، جوج بيضات، وغنخلط مزيان حتى يصبح لينا هذا الخليط ابيض اللون. غنخلط بالطراب الكهربائية، واللي ما متواجد عنده الطراب الكهربائي غنخلطو بالطراب اليدوي. غنخلط دابا الخليط ديالي، هو كيف ولا اللون ديالو ابيض. دابا غنزيد عليه العناصر كلها، غنزيد الحليب، وغنزيد الزيت، وغنزيد عصير الليمون، وغنزيد قشور الحامض. صافي، غنطرب عاود كلشي. في الاخير غادي نضرب الدقيق مع الفينيك بيكنج باودر، وغنخلط كلشي عاود بهاد العناصر. صافي، العجينه ديالي كملتها، شوفوا كيفاش كتجي. ما خصناش تكون قاسحه، خصها تكون جاريش، ما قاسحه، خصها تكون نورمال. شوفوا كيفاش كتجي. صافي، راني وجدت هاد الكويخطه ديال الكاب كيك، وهاد المول اللي كيمشي فيها هكذا في 12 ديال الاماكن. غدير ليا 12 الحبات هاد الخليط، غيدير ليا 12 الحبات. وعندي هذا ديال الايس كريم اللي غنهز به، غنوجد الكونفيتي. بسم الله على بركة الله، غنهز غير شوية هكذا، نديرو هنا. غنهز شويه ديال الكونفيتير هكذا معلقه، وغنديرها في الوسط هكذا. خص الكونفيتير تكون هذيك القاسحه، ما تكونش جاريه. صافي، نزيدو عليها عاود شويه، غير شويه ماشي بزاف. هكذا، ونكملوا على هذه الطريقه حتى تكمل لينا لي كاب كيك ديالنا كاملين، ونديروهم في الفران سخون، وعاد نخرجوهم لا يتحمروا. صافي، نخرجوهم. ها هما لي كاب كيك ديالي، راهم واجدين هكذا، راه زينتهم على هذه الطريقه. والتزيين كيبقى كل واحد والاختيار ديالو. هادو خليتهم هكذا، وهادو زينتهم بهاد كريم الزبدة، وهاد درت عليهم هذاك الشكلاط. غنوريكم كيفاش كيجي لداخل، شوفوا كيفاش كيجي، كيجي رطب هكذا كيجي. نتمنى ان شاء الله تجربوها، راه كتجي رطبه وكتجي هشيشه لداخل.
ونتمنى ان شاء الله ديروا لايك وديروا اشتراك. يلا نخليكم على خير حتى مرة اخرى ان شاء الله.